ليلى حديوي هي في حقيقة إنسانة كي بشر بحال أي سيدة اللي تهي كتبغي شوبينغ تهي كتشري الحويجات اللي كنبغيت أنايا هذا بيان سور أنا ما غاديش نعيق في البودجي باسكو راه سي أن بودجي ولكن أنا سي فغي كو كيعجبني نتبع لي توندونس نبغي نشري الحاجة الوحيدة اللي ما تلقاش فيها راحتي ولا السهولة هي لي شوسيغ حيت كنلبس 41 وما تلقاش دائما أنايا السهولة باش نلقى الصبيبطة ديالي مي سينو الحمد لله تلقاو الحويجات واللوينات و بيغ دي كارا تنصوب دي شوز عندي في لاتولي في لاتولي ايلاج غادي ندير اون كوليكسيون في رمضان سي اون كوليكسيون كابسول اللي غادي نحطها في لا بوتيك لو 5 تما فين جيكسبوز في الدار البيضاء حويجات ديالي وفي نفس الوقت غادي ندير اون كوليكسيون ديال ليفير ديال البرد اللي غتكون نورمالمون سوا في نوفمبر ولا ديسمبر غادي نديرها ما بغيتش ندير ديال الصيف لانني ما كانش عندي بغيت فريمون تفرغ لهذا البرنامج هذا ونكون 100% مع هذا البرنامج باش نحاول نعطي واحد ليماج واحده اخرى ديال ليلى حديوي ماشي ليلى حديوي اللي تنعرفوا دائما اعمال رمضانيه عندي ان تيلي فيلم مع اكتاروس اللي غادي نلعب واحد الدور اللي غيبت غيكون في قناه ثانيه وغنلعب واحد الدور مخالف على ليلى حديوي يعني غنشوف واحد السيده عندها 50 عام عندها لي غيد عندها الزروقه عندها ما عندهاش ما كاينش الشعر ما كاينش الماكياج ما كاينش الطالون ما كاينش هادشي كامل ما كاينش لا مود دونك غادي يكون في دوزيام وسميت الفيلم صحاب الباك نقول لك واحد القضيه السر هو فاش كتكوني كتبغي ديري هذيك الحاجه وكتبغيها فريمون من قلبك ما كتعرفيش من كتجيك ديك الانرجي والحاجه اللي ما كتبغيش ديريها وكتكوني بزمنك غادي عليها عمرك ما تعطي فيها وعمرك ما غادي تقدري تمشي بعيد فيها دونك من الاحسن ان كننصح الناس اللي ما كيبغيوش يديروا الخدمه ديالهم يبدلوا طول سبيت الخدمه ويديروا شي حاجه فريمون اللي غيكونوا مرتاحين ويكونوا ايبانيو فيها واخا في الاول غادي يكون صعوبه في الفلوس مثلا ولا في البودجي ولكن اومو غادي يرتاح في شي حاجه اللي هو كيبغي يديرها وفاش كتبغي ديري حاجه فريمون دو فون دو كور تديريها ما كتعرفيش كيفاش تدرسيها وتتحسي براسك غاده تلعبي ماشي غاده تخدمي